ماما بديش اكل مدردرة. حبيبي هيدا اكل بقويك وفيه حديد وما بعرف مثل كل العير زلطن انتك. طب يلا فرانك، لا حبيبي خليص وفوت على الأوضة لانه عبالي طوب زمك على المجلة. يلا انتك اسرع، ما تعمل لي فيها انك زلح في هلا. مش قادر ركز، شو هالصوت من المطبخ؟ فرانك لا تعال معنا سكوتر هلا بجي. شو قلت لي فرانك لا؟ وير يم راسك على الازاز يا 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 ما نش لا دونتو يخلص. واحد اثنين ثلاثة. ولو يا جماعة شوي قرب هالنزلة من انا خي المنيك ورفقاته بينزلوا بوادي حد بيتي بيتكسر ومرة ديار فيهم تحت، بس رواه ما كانوا كتير يحبوه فهيك اردحك يعني، شو رايكن؟ انا ان بس بشيل رح نعتبرها قلت ايه. ليكو عادي هيني، بس هلا تذكرت عندي موعد حكيم اسنان ف وانا بي بده ينيك امي وبدي اتفرج. يي عم بوقع، شو صار؟ ساعدوني. وعارف راك لعم ينزلع اخو منيوكي بطل، ولكن العنايري رح موت قريب عيشة. شو كانت بشعة، مش عارف اذا بصلى او بكفر. وقير كيف عم بحكي بسرعة هلا قريب المانياكي. فراك لا يا ملك، بيضاتك شو كبار يا مان، بكرة بدنا نجمع كل الشباب ترجع تعملها قدامهم. قير يا فرانك لا، كيف كسيتها هيك قدام الشباب وما نزلت بالوادي؟ بدي شوف وجهك نضبي هيدا النتاعة ظهرة. طب نيعك يا حمار، ما بدنا نسمع صوتك. وقير بس بشيل صراحة، وكلنا بنحتف فرانك لا، ويلا دعس لا يا فرانك لا. كس امياتكم ما اصطلكم، يلا الله انا بفرجيكم يا يورا. او دايم اوكي يا واو يا وار، شو عم بيصير؟ او يا فرانكلين يلا مين البطل فيها؟ يلا الله يرحم موتك ان شاء الله بتوقع على دماغك. يا